وصفت بأنها أضخم موازنة بالجزائر منذ 6 عقود، ما يقارب 100 مليار دولار ستوزع بين نفقات التسيير والتجهيز، مشروع مالية تم المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم بعد أيام من المناقشة التي انتهت بتعديل بعض المواد والتصويت بنعم من قبل الأغلبية. نحن في التزامات مع المواطنين من أجل تحسين القدرة الشرائية ومن أجل زيادة في الرواتب التي صرح بها سيد رئيس الجمهورية، وبالتالي الحمد لله تعتبر ميزانية من أضخم الميزانيات على المستوى منذ الاستقلال، وبالتالي هناك دراسة دقيقة في المجال هذا، وبالتالي لا تخوف في مجال التجهيز، لأنه هناك تخصصات على مستوى كل قطاع وتلبية لكل متطلبات التي يتطلبها المواطن سواء في مجال التجهيز أو في مجال الأمور الاجتماعية. كتلة حماس التي رفضت هذا المشروع تؤكد في بيان لها غياب مؤشرات النجاعة، كما تنتقد تضخيم ميزانية التسيير على حساب ميزانية التجهيز، ما يعتبر مؤشرا سلبيا على التنمية بحسبها. الميزانية انطلقت بعجز 5885 مليار دينار جزائري كعجز أولي. نقطة ثانية، هناك تضخيم في ميزانية التسيير على حساب ميزانية التجهيز، وهذا يعني أن التنمية متأخرة. النقطة الثالثة كذلك فيما يخص هناك خروقات قانونية شكلية في الشكل والمضمون. ويرى بعض المراقبين أن العجز المسجل في الميزانية أمر وارد جدا، كون السعر المرجعي المعتمد للنفط يقدر ب60 دولار للبرميل، هذا السعر الذي يعتبر منخفضا أمام معطيات الواقع، مما يسمح بتغطية العجز على المدى القريب. وضع خطة لرفع الصادرات خارج المحروقات بات مطلب العديد من النواب الذين يرون أن الاعتماد على المحروقات قد يعرض الوضعية الاقتصادية لحالة من اللا استقرار. من الجزائر سارة بانا اليوم.